وفي عالم مفتوح من درجات الحرارة وأشعة الشمس اللاهبة في سماء العراق، أكد سياح من عدة محافظات عراقية أن نقص الأماكن السياحية والانقطاع المتكرر للكهرباء دفعهم لقضاء عطلة العيد في السليمانية وعموم مناطق إقليم كردستان، مشيدين بالخدمات المقدمة واستتباب الأمن في الإقليم. عبد الجبار مهدي والتفاصيل. من أعالي جبل أزمر، وهو سلسلة جبال تقع في محافظة السليمانية التي تعتبر من الأماكن السياحية، يبعد حوالي 5 كيلومتر عن مركز المدينة، تحديدا في مدينة كويزة. يمتاز بمناخ معتدل في فصل الصيف، أما في فصل الشتاء يشهد اكتظاظا بالسياح، وذلك بسبب تساقط الثلوج التي تكسو القمة. جبل أزمر يجمع بين جميع الطوائف العراقية من الجنوب والشمال، هو من الأماكن الترفيهية يعني اللي يطلع على المدينة، ويعني منظر حلو هنا، أغلب الأوقات أقضيها هنا أنا مع عائلة. السليمانية كلها نشوفها جوانا، وإحنا جينا هنا شوية نرتاح، نغير جو، لأن جو بغداد حار، العالم ظلت هناك، تعبانة، كهرباء مو زينة، هذا المكان حلو يخدم العالم كله والناس تجي تباوي. طبعا الاجواء حلوه هنا مصايف السليمانيه، بس يحتاج لها شويه المسؤولين عليها شويه يداروها، لان تعرف العراقيين ما عندهم اماكن سياحيه غير المناطق الشماليه، واجواء حلوه كلش. احنا طبعا بين فتره وفتره نجيب عوائلنا ونجي نسيح هنا بمنطقه السليمانيه، وكافه المناطق السليمانيه جميله كلش، واكثر العراقيين يتجهون الى بايام العيد. بغداديون وأنباريون ومن صلاح الدين ومحافظات أخرى قدموا من محافظاتهم للاستمتاع بأجواء العيد هربا من حرارة الصيف اللاهبة ومن صخب المدينة وزحمة السيارات وكسر الروتين. نهنى العالم الإسلامي بقدوم عيد الأضحى المبارك، ونسأل الله أن يحفظ البلاد. والله الأجواء جيدة جدا، حكومة الإقليم متعاونة مع السياح كافة، الأجواء جميلة جدا، الأمن والأمان متوفر، الحياة سهلة وبسيطة إلى أقصى حد. والله أجواء كلش حلوة، سليمانية طبيعة أمان، أزمر حلو، سليمانية كلها حلوة، شمال بصورة عامة. جيت من الرمادي، والله كلش حلوة، أنا دائما بسليمانية على طول متواجدين بسليمانية. العائلات العراقية تقضي أجواء العيد السعيد من أعلى قمة جبلية ممزوجة بالأغاني التراثية الكردية، معبرين عن فرحتهم بنسيج مجتمعي جميل. من أعلى قمة جبلية في السليمانية، عبد الجبار مهدي، قناة صلاح الدين الفضائية.